راه رغم اني تقريبا هذه السنين ما كنعيش في كوريا ما كنتكلمش بها بواحد الطلاقه. فنقدر نقول لكم اني اسي يوروبون فبصباح الخير عليكم. تبارك الله. انت اذا انت كتواصلي مع الزوج ديالك بالانجليزيه؟ بالانجليزيه هي اللي كاينه. بزاف الناس ربما منا ملي كنسمعوا مثلا مغربيه متزوجه ببعض الجنسيات كنقدروا تجينا نورمال، ماشي شي فرق كبير لا في الثقافه ولا في هذا، لكن ملي كتسمعي مثلا مغربيه مزوجه بهندي، مغربيه مزوجه بباكستاني، مغربيه مزوجه ربما بكوري، ثقافات مختلفه تماما وعادات مختلفه تماما، يعني ما كاينش واحد القاسم مشترك. هي بصح كاينه حتى في العائله عندنا عادي انه كدينا عادي نتزوج مغربيه فرنسيه ولا الدول الاوروبيه اللي قريبه لنا، الا انا والخاله ديالي ما كانش عندنا اول مره واحده غادي تزوج من دوله اجنبيه بعيده. مثلا الخاله ديالي زوجت بهندي ومقيمه في سنغافوره، وانا شخصيا ما كانش عندي واحد الفكره باني غادي واحد نهار نتزوج ونعيش في كوريا، رغم انه القصه ديالي بدات مع كوريا بان كنت معجبه بكوريا بحكم تعرفت عليها لأنني كنت كنمارس رياضة ديال التايكواندو، وكنت كنبحث على كوريا وشوي بشوي كان وليت أو صرت معجبة بها. البي هو أنه أنا عايشة في دولة اللي ماشي مسلمة، فصعيبة عليا الحياة هنا، خصوصا أنه ما كنقدروش نلقاو الأكل الحلال بسهولة. أما بالنسبة لي أنا سهل اندماج في كوريا، كوريا كتخليك تندمج بسرعة، الحياة فيها سهلة، وحنا كمغاربة دغيا كندمجوا في أي بلد. كنت كنتفرج في الدراما وكانت عندي على الأقل واحد الفكرة، وكيف ما قلت معجبة بها فما جابش عندي واحد الشوك في الأول باش جيت هنايا. من غير التحديات الأخرى اللي عندي هو ديال اللغة، أنه الكوريين ما كيبغوش يهضروا بالإنجليزية، وحتى لو كيهضروا بها لو كيفهموها ما كيحشموا ما يقدروش يتواصلوا بها. فكان بضطر أني نجتهد ونقرأ اللغة الكورية باش نتوافق فيها هنايا. تقريبا جميع المغربيات المؤثرات اللي عندهم قنوات على اليوتيوب لبنى، وربما اللي عندهم زواج مختلط سواء بمصري سواء بتركي سواء بكوري سواء بهندي سواء أي جنسية من الجنسيات غير المغاربة، كلهم هاد السيدات المغربيات كيناشدوا البنات أنهم ما يتيقوش وما ينغروش بأي سورتو لبنى بعض الفتيات اللي ما كيجيش داك الزوج المغرب باش يتعرف عليها وتعرف على عائلتها، لا هي كتهز الشنطة ديالها وكتمشي، وهذا هو الخطير. إلى من تذهب؟ من هذه النقطة اللي بغيت اللي هضرت عليها، أنها وما نساوش أنها كتخلي قرايتها للحاجة تضرني في خاطري ديما كنهضر فيها أنايا في السوشيال ميديا، كتخلي قرايتها كتهز الشنطة ديالها وكتسافر. علاش أنا هاد الراجل اللي غنتزوج به راه بحال كنبين لي راسي أنا رخيصة، يجي عندي هو ويخلص ويطير الطيارة ويجي عندي ويتعرف عليا وياخذني من عند دارنا، ولكن يكون على الأقل ضمنت واحد شهادة ديالي جامعية باش حتى لما نجح شهادة الزواج على الأقل عندي واحد سلاح غادي نخدم به في هذيك البلاد نقدر نخدم، ولا المهم عندي سلاح ديالي هو الدبلوم ديالي ولا شهادة. وهنا وفي هذا الإطار في إطار حماية ديال المغربيات بالتحديد في هذه المسألة هذه، راه يعني المسطرة ديال الزواج المختلط ليست بالهينة، راه فرحانة راه باش مغربية تزوج بأجنبي، راه كاين بزاف اللي كيدمروا هذه المسطرة، ولكن أنا كنشوفها بأنها بالعكس حفاظ على الفتاة المغربية وحماية لهم وكدير لهم الشان كيف ما كنقولوا.